يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: الملك أيده الله للرئيس السيسي، مملكة البحرين تدعم مبادرة مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، أطباء البحرين شكرا رئيس الوزراء، التجارة العالمية، قطع السعودية علاقاتها مع قطر ضروري لحماية أمنها، ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: مسؤولون سمو الأمير خليفة بن سلمان رعاه الله عزز مكانة مملكة البحرين عالميا، ومع صحيفة الأيام والتي عنونت التنسيقية: استئناف الدوريات الرياضية منتصف شهر يوليو، اجتماع حكومي برلماني غدا، خالد بن أحمد عضوا في مركز الإمارات للدراسات، نواب ومحامون وحقوقيون، العقوبات البديلة عززت مكانة مملكة البحرين دوليا وإنسانيا. وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت: الخارجية تأمين عودة 6300 مواطن، التقاضي يشهد مرحلة جديدة في مملكة البحرين بسبب فيروس كورونا. إلى أخبار كوفيد-19، حيث لفتت صحيفة الأيام أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وافقت على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف شهر يوليو المقبل دون جمهور. بيّنت صحيفة البلاد إلى أن العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب أكد على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه تم تسجيل 4735 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، وذلك منذ بدء تطبيق هذا القرار. علمت صحيفة الأيام من مصادر برلمانية أن اجتماعا حكوميا برلمانيا مشتركا عن بعد سيعقد يوم غد الخميس، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة. وبقلم الكاتب فريد أحمد نقرأ مقالا في صحيفة الوطن، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. التقرير الذي صدر أخيرا عن جمعية المرصد لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مستقلة واهتم بتدوين قصة نجاح بحرينية، هو نفسه قصة نجاح، فالتفاصيل التي احتواها والجهد الكبير المبذول من فريق العمل في إعداده لا يمكن أن يوصف بغير هكذا وصف. التقرير عبارة عن توثيق لجهود مملكة البحرين بكافة سلطاتها وهيئاتها ومؤسساتها وأفرادها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتلخيص لما بذله فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تقليل الآثار المتوقعة عن هذه الجائحة. القائمون على إصدار التقرير ذكروا في مقدمته
بأن فكرة إعداده وإصداره جاءت تقديرا لرجال ونساء البحرين في كافة المجالات، حيث بذلت الجهود الكبيرة من أجل حماية الإنسان وحقوقه دون تمييز بين مواطن أو مقيم. هذا العمل المتميز والمصاغ بطريقة علمية دقيقة يهدف كما جاء في التقرير إلى تحليل مرحلة هامة مرت بها مملكة البحرين لتبقى شاهدا على العصر باعتبارها حقا للأجيال القادمة ومنهجا لهم للتطوير. نطالع من صحيفة الوطن أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العميد عيسى القطان صرح أنه تنفيذا لتعليمات رئاسة الأمن العام في إطار تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تدريب أفراد المديرية على عمليات التطهير والتعقيم بالتعاون مع الدفاع المدني. لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن المجلس الأعلى للمرأة عقد مجموعة تركيز حول فعالية نظام العمل عن بعد وطبيعة النتائج المتحققة من تطبيق النظام على مستوى الأداء المؤسسي. الإعلام الوطني والدعم اللازم، عنوان مقال نشر في صحيفة أخبار الخليج للكاتب محميد المحميد، تحدث فيه حول فكرة إعلان توعوي للحجر المنزلي باللغة الإنجليزية بترجمة عربية، وقال ما يلي: الإعلام البحريني لا ينقصه سوى المزيد من الدعم، فهو غزير العمل والإنتاج وكثير الإبداع والتميز، خاصة عند وجود التحديات، لأن الشعب البحريني، وكما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه قائد فريق البحرين، أننا نعشق التحدي والتميز. وفي مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إدارة إعلامية شاملة ومتميزة، كان لها جهودها البارزة وبصماتها المؤثرة وحضورها الفاعل، كما أن الأرقام والإحصائيات التي بينها سعادة وزير شؤون الإعلام في تصريحه بالأمس بشأن ما قام به الإعلام الوطني في ظل التصدي لجائحة كورونا لضمان صحة وسلامة الجميع، تؤكد الدور البارز للإعلام الوطني وتطلع الجميع إلى خدمة الوطن الغالي مع أهمية توافر الدعم اللازم والمستمر للإعلام الوطني. نقرأ من صحيفة الوطن أن بيانات رسمية حديثة صادرة عن إدارة شؤون الجمارك التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن استيراد أكثر من 243 ألف كيلوغرام من الكمامات الطبية بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليون دينار بنهاية شهر مايو الماضي، حيث صنفت في المرتبة السادسة من حيث 50 سلعة أكثر استيرادا خلال الفترة المذكورة. برافو للمخالطين، عنوان مقال لفواز العبدالله والذي نشر في صحيفة الوطن، فإلى هذا المقال: لا أعلم أي عقل تفكر به، بل أي قلب تحمله بداخلك، وأي ضمير لديك يجعلك غير آبه بأسرتك. كيف تواجه أبنائك وأنت تضحي بصحتهم وحياتهم من أجل أن تلهو هنا وهناك وتتسامر مع أصدقائك؟ لا أعلم كيف ستواجه أبواك وأنت تراهم على السرير الأبيض يعانون ويتذوقون مرارة الألم والسبب طيشك واستهتارك. بالطبع لا أشير فيما كتبت على لمن خالط بغير قصد وهو متخذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الكفيلة وملتزم بجميع التعليمات الصادرة من الفرق الطبية. أقول لمثل هؤلاء المستهترين: عودوا لرشدكم قبل أن يعيدكم القدر إليه رغما عنكم، عودوا قبل أن تكونوا سببا في فقدان عزيز لكم، بعدها لن يفيدكم الندم ولن ينفعكم استهتاركم ولا تجمعاتكم. أما من لا يزال مطبقا لكافة التعليمات والتوجيهات فأنت بالفعل مثال للمواطن المخلص وقدوة يعتز ويفخر بها الجميع، وتعكس بأخلاقك هذه حقيقة المجتمع الواعي
وتكون مرآة صادقة له. إلى الأخبار المنوعة من الصحف المحلية لمملكة البحرين، حيث نشرت صحيفة الأيام أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظة الجنوبية بحث خلال اجتماع اللجنة الأمنية بحث إقامة حملة توعوية عن مخاطر الحريق خلال فصل الصيف، وذلك تعزيزا للتوعية حول طرق ومتطلبات الأمن والسلامة في مختلف المرافق. لفتت صحيفة الوطن أن نائب رئيس مجلس المحرق البلدي حسن الدوي كشف عن افتتاح ممشى صحي بمجمع 221 بالمحرق، وذلك بعد شهرين، حيث يجري العمل حاليا على المرحلة الثانية، وذلك ضمن مشروع ممشى في فرجنا. بيّنت صحيفة الأيام أن فعاليات نيابية وطنية وحقوقية أكدت أن قانون العقوبات البديلة يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة لمملكة البحرين، والذي يضعها في مكانة حقوقية عالمية، إلى جانب تعزيز مسيرتها التشريعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وبقلم الكاتب صلاح الجودر نقرأ مقالا في صحيفة الأيام، والذي جاء بعنوان قانون العقوبات البديلة الجوانب الإنسانية في التعديلات الأخيرة. فإلى هذا المقال. تعتبر البحرين من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط التي اتجهت لتطبيق العقوبة البديلة، فقد حسمت أمرها قبل 3 أعوام من هذا القانون، وتم تطبيقه مباشرة، حيث استفاد منه 2663 محكوما من الرجال والنساء منذ البدء بتنفيذ القانون. ويعد قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في التشريعات، ويعزز مكانة البحرين في حقوق الإنسان، ويهدف في المقام الأول لاستبدال العقوبة السالبة للحرية أو تخفيفا لها كأعمال التنظيف والزراعة وصيانة المباني. وتعتبر تلك العقوبات نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني. إن هذا القانون يفتح صفحة جديدة في ملف حقوق الإنسان، ويدشن مرحلة جديدة لمفهوم التعايش السلمي وثقافة التسامح بين الناس والعمل بإيجابية بالمجتمع. فالعقوبة ليس الهدف منها النيل من كرامة الإنسان، لكنها تهدف إلى تقويم سلوك الفرد وتهذيبه. إنها فرصة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في برامج التأهيل لعودة المحكوم عليهم للمجتمع. وهذا ما أكد عليه جلالة الملك حين قال إن أحد أهداف القانون منح السجناء الفرصة لممارسة دور إيجابي في المجتمع. نشرت صحيفة أخبار الخليج إلى أن نائب رئيس جمعية السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري قالت إنه يتم الاستعداد لإطلاق البرنامج الصيفي 15، والذي يأتي تحت عنوان ملتقى شروق الصيفي لأبطال السكري أونلاين، والذي يهدف لزيادة الوعي بالأساليب العلاجية لدى الأطفال والمراهقين. هذا وكتب رائد البصري مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء تحت عنوان مبادرة صنع في البحرين. فإلى هذا المقال. تتقدم الدول من خلال تقدم اقتصادها في مختلف الأصعدة، كالاعتماد على التصنيع وتحسين ميزانيتها التجارية المتمثلة بالتنويع في مصادر دخلها وزيادة صادراتها وتخفيض وارداتها وتحسين الناتج المحلي وتحقيق النمو. البحرين تخطو خطوات جريئة نحو تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وعن طريق مبادرة صنع في البحرين، وهي أحد أبرز المبادرات لتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات والشركات، وذلك من خلال المساهمة في دعم المصنع البحريني لإنتاج سلع وخدمات وطنية بتمويل من تمكين.
قبل التصدير لابد أن ترتقي المملكة بقطاعات التصنيع والزراعة والصيد، وهذا هو صلب النهضة الاقتصادية المرجوة. إن خلق منتج قادر على التحليق بعيدا يتطلب التنسيق والمتابعة من مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الجودة وتسكينه في السوق، ليكون بين المنتجات المختلفة مع تميز العلامة. هذا ونشر الصحيفة الأيام أن منظمة التجارة العالمية اعتبرت أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها، مضيفة أن قطع الرياض لعلاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات، كما أشارت إلى أن السعودية سعت من خلال قطع العلاقات إلى الحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.